السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزة أرضية أو زلزال أو خسوف أو كسوف أو فيضانات أو احتباس الأمطار أو غبار أو أوبئة تنتشر في الناس أو فيروسات، هذه كلها ليست ظواهر طبيعية عابرة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أن سيتفشى في آخر الزمان من الأمراض ما لم يكن في أسلافنا. ليش؟ بكثرة الذنوب والمعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الناس طغت يا عالم، الناس طغت وتجبرت واعتدت على حرمات الله، الموسيقى، المعازف، المحرمات، نقول له حرام قال يا رجال، نقول له ما يجوز قال أنت متخلف، نقول له اتق الله قال يا شيخ. إلى متى؟ طيب الله سبحانه وتعالى يمهل ثم يمهل ثم يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. لهذا يا أحبتي، ماذا يجب علينا ولماذا انظروا في قوم فرعون أين هم؟ هذه آثارهم. مدائن صالح أين أهلها؟ قرى قوم لوط، فرعون وقومه أين هم؟ هذه الأمم السابقة أهلكها الله. الله سبحانه وتعالى يا أحبتي عندما يذكر هذه القصص في القرآن يقول: شوفوا كيف كانوا، خالفوا أمري، شوفوا ايش سويت فيهم، تسوون زيهم أسوي بكم مثلهم. خلاص، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما بيننا وبين الله نسب وحسب سبحانه وتعالى. طغت الذنوب والمعاصي وقلت التوبة يا أحبتي. أحد السلف الصالح يقول: ويل لمن كثرت ذنوبه وقل استغفاره. ماذا يجب علينا الآن؟ يجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، وأن نكثر من الاستغفار والتوبة والاعتذار إلى الله، وأن نقف عن المنكرات والمحرمات والمعاصي وعن نشرها وعن الدعوة إليها، حتى لا نهلك جميعا، والناجون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إذا صدقوا.